إذن على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. إذن اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. أمطار الخير والبركة تتهطل على منطقة حوض اللوكوس، اللهم صيبا نافعا، الله يرحمنا برحمته الواسعة. إذن متبي الأوفياء متبي قناة شوف تي في، هذه الأجواء عبر شوارع أشقة المدينة بعد التساقطات المطرية اللي كتشهدها الآن مدينة العرائش. اللهم صيبا نافعا، الله يرحمنا برحمته الواسعة. كذا الجو عندكم في المدينة ديالكم اللي كتوجهوا بها، كاين شي شتا ولا الأجواء عادية ومستقرة؟ إذا هذه الأجواء عبر شوارع أشقة مدينة العرائش، تساقطات مطرية كتشهدها الآن المنطقة. اللهم صيبا نافعا، والله يرحمنا، والله يعطينا لقد نفع، الله يعطينا لقد نفع بطبيعة الحال. لأن أمطار الخير لا زالت تتهطل كما كتشاهدوا، الحمد لله كطيح خيات ربانية، أمطار الخير والبركة. إذا كما كتشاهدوا أمطار الخير، كانت قبيلة أمطار غزيرة اللي عرفتها مدينة العرائش تقريبا واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق طاحت جات مجهدة الشتيوة. الحمد لله على كل حال، حتى الشوارع طبيعة الحال كما كتشاهدوا بعد التساقطات المطرية انهم توصلوا، وسبحان الله سبحان الله الشمي كطيح كتوصل الارض والديور وتوصل يعني اي حاجة فوق من الارض كتوصل سبحان الله. حتى الانسان من كطيح عليه الشتا فاكيد انه كيتوصل وكيطهر طبيعة الحال. إذا هذه الأجواء متبي الأوفياء متبي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة العرائش. إذا تساقطات مطرية كتشهد الآن المنطقة، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. كذا الجو عندكم بالمدينة اللي كتواجدوا بها، كاين شي شتا ولا الأجواء عادية ومستقرة؟ كاين شي شتا كطيح ولا الأجواء عادية عندكم في المدينة اللي كتواجدوا بها؟ عندكم ولا الاجواء عاديه؟ اذا كما كتشهدوا تساقطات الخير والبركه لا زالت تتهطل على مدينه العرائش، اللهم صيبا نافعا والله يرحمنا برحمته الواسعه. اكيد كامل بينا كتعجبنا الشم كتكون كطيح، اكيد كامل بينا كنرتاحوا الامطار ديال الخير والبركه ملي كتكون كطيح بطبيعه الحال. وقولوا لنا من اين مدينه كتشاهدوا هذا البث المباشر في المدينه ديالكم؟ في عامل الاجواء بالمدينه اللي كتواجدوا بها، كاين شي شتا ولا الاجواء عاديه ومستقره؟ مدينه العرائش والنواحي امطار الخير وامطار اليمن والبركه لا زالت تتهطل على المنطقه، اللهم صيبا نافعا، الله يرحمنا برحمته الواسعه. الله يرحمنا برحمته الواسعه في التساقطات المطريه اللي كتشهدها الان مدينه العرائش، اللهم صيبا نافعا والله يرحمنا برحمته الواسعه. اذا كما قلت تساقطات مهمه كتشهد الان منطقه حوض اللوكوس، هذه الاجواء الجميله والرائعه. الجو في الصباح بكري كيكون الجو كيكون سميق اللي ديال البرد، كيكون البرد سميق اللي ديال البرد طبيعي الحال كيكون. لكن بعد التساقطات المطرية اللي عرفتها المنطقة الحمد لله أن السميق ديال البرد مبقاش، لأن الكل كيعرف بأن ملي كتكون كطيح الشتا فديك الأجواء الباردة أو السميق ديال البرد كما كنسميوه حنايا ما كيبقاش، يعني البرد كيكون قاصح في الصباح، والله يكون مع الناس ديال دور الصفيح بطبيعة الحال، الناس اللي بدون مأوى، الناس ديال دور الصفيح اللي كيعانيو الصيف والشتاء. هذه الاجواء بعد التساقطات المطريه اللي كما كتشاهدوا كتعرفها المدينه الان، اللهم صيبا نافعا اكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعه. خديجه تحياتي لك سي خديجه ومرحبا بك، تبارك الله، الله يبارك فيك، الله يكبر فيك. سلام طنجه،
مستخفيفه خي يوسف، الله يكبر بك خويا يوسف، لان هذه الاجواء متبئه فيها متبئه قناه شوف تبي مباشره من مدينه العرائش. امطار الخير والبركه لا زالت تتهطل على المدينه، اللهم صيبا نافعا اكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعه. اذا الشيوه الحمد لله خيرات ربانيه، امطار الخير أيما الحمد لله والشكر لله على الأمطار الخير الحمد لله. أنوار تحياتي لك خويا أنوار، الله يكبر بيك، الله يكبر بيك خويا أنوار، تحياتي لك. إذا كي داير الجو عندكم بالمدينة اللي كتواجدوا بها؟ كيمشي الشاور، الأجواء عادية ومستقرة، أجواء ممطرة عبر الشوارع وأزقات مدينة العرائش. لان كي داير الجو عندكم بالمدينه اللي كتواجدوا بها؟ كاين شي شتا؟ اكيد ان اليوم مبارك، اكيد جمعه مباركه للجميع، والله يدخل علينا وعلى الجميع بالصحه وبكل عمر وبكل ما تمنيتو. لان كما كتشاهدوا تساقطات مطريه مهمه عرفتها مدينه العرائش والنواحي. كي داير الجو عندكم بالمدينه ديالكم؟ كاين شي شتا ولا الاجواء عاديه ومستقره؟ كاين شي شتا ولا الاجواء عادية ومستقرة؟ لان هذه الاجواء بعد التساقطات المطرية اللي عرفتها مدينة العرائش، والله انه ارحمنا برحمته الواسعة. خويا انور عليكم السلام، تحياتي لك اخويا، الله يكبر بك. غطيه الله يرحمنا. طبيعة الحال كل مدينة وشنو واقع فيها، كاين مدينة اللي كطيح فيها الشتا، كاين مدينة الأجواء ديالها عادية ومستقرة، وكاين مدينة اللي فيها البرد وفيها السميق اللي ديال البرد، يعني كل مدينة وعلى حساب المناخ وعلى حساب الداخلية ديالها. نتمناو أن أمطار الخير تعم المملكة المغربية بأكملها وتعم التراب الوطني، الله يرحمنا والله يعطينا لقد نفع. الشتيوة والأمطار ديال الخير توقفت الآن، مريم تحياتي لك ومرحبا بك. الشيوة توقفت دابا الحمد لله، الخيرات ربانية، واللي جا معنا الله مرحبا به،